ازاي صحة يا رب تكونوا حلوين. فيديو النهاردة الفيديو الثاني من سلسلة تعليم السباحة في البحر. هدف السلسلة دي الاول هي سلامتك في البحر، انك تستمتع وفي نفس الوقت ما تعرضش حياتك للخطر، فالمهارات هتبقى محددة ومش دقيقة بالشكل اللي تعودنا عليه. قبل ما نبدأ تعالوا نفتكر مع بعض مهارات الفيديو اللي فات. ببساطة شديدة جدا هتحط وشك في المية وتسيب اعصابك وترخي جسمك خالص وتسيب المية ترفع جسمك وهتستنى الموج انه يزقك لحد المنطقة الضحلة في الشاطئ. المهارة اللي بعدها هي المهارة الأولى ولكن مع دفعة، كأنك بتزق الأرض أو بتعمل جومب وتسيب جسمك يقع في المية وتستمتع برضو بزقة التيار لجسمك. ببساطة جدا أكنك قاعد على كرسي، هتتني رجلك تقربها لصدرك و ياريت قبل ما نبدأ تتفرج على الفيديو اللي فات هتلاقيه ظهر لك فوق على اليمين في علامة الآي أو هتلاقيه في الديسكريبشن بوكس. يلا بينا نبدأ. المهارة الأولى هي دفع القاع وهنعمل ضربات رجلين. ضربات الرجلين هنا مش لازم تبقى بيرفكت، مش لازم تبقى أحسن حاجة في الدنيا، أهم حاجة بس تركز إن رجلك تبقى مفرودة قدر المستطاع مش رجلك مفرود قدر المستطاع. محافظ على وضع الطفو بتاعك كويس جدا، محافظ على وضع راسك إنه يبقى تحت المية، راسك تبقى تحت المية ورجليك بشكل تبادلي قريب من بعض، قصيرة وسريعة، رجلك مفرودة، هتبدأ تشغل رجلك. ولكن الرجلين في البحر مش أهم حاجة وده هنعرفه في الفيديو اللي جاي. حاول تكرر المهارة دي كتير لحد ما تتقن إنك بتمشي مسافة كويسة. ممكن تبدأ المهارة دي بإنك تعمل طفو مثلا 3 ثواني وبعدين تبدأ تشغل رجلك بالشكل اللي انت شايفه ده. تاني مهارة معانا النهاردة وهي الطفو على الظهر. الفيديو اللي فات خدنا الطفو على الظهر بشكل غريب شوية ولكن كنا بنحاول نبسط الأمور. النهاردة هنهتم بالطفو على الظهر بشكل عادي وطبيعي وكامل. في المهارة دي عايزك تهتم بس براسك، ركز في وضع راسك مع المية. بداية الوضع وبداية المهارة مع راسك. زي ما انتوا شايفين اول حاجة بحطها في المية هي راسي، ودني لازم تبقى مليانة مية. لو ودنك بقت مليانة مية واستريحت في وضعية ان ودنك وصل لها مية ووضع جسمك نصه في المية، كده بشكل كبير جدا انت اتقنت المهارة دي. فركز في البداية بس مع وضع راسك وسيب جسمك يرتاح مع المية، ما تركزش ان رجلك تحت او فوق. لما تتقن وضعية راسك بعدها شوف بقى باقي جسمك فين. بنحبذ جدا ان لو انت عندك مشكلة ان رجلك بتقع في المية، وده مش هيحصل كتير لان المية ملحك، لو ده لسه بيحصل معاك حاول ترجع ايدك زي ما قلنا في وضع السوبرمان او ترجعها ورا راسك. بمجرد اني برجع ده الاتنين ورا راسي فانا كده بظبط مركز ثقل جسمي، فالطفو بيبقى بشكل احسن. هتلاقي رجلي ومشط رجلي طلع بره المية، هتلاقيني مستريح جدا وانا محافظ على وضع راسي تاني، وانا محافظ على وضع راسي. الراس اهم حاجة في الطفو سواء على البطن او على الظهر. تالت مهارة معانا النهاردة وهي الغطس. انا عايزك تنزل تحت المية وما تهتمش بأي حاجة، لو بتطلع تاني ما تهتمش، عايزك بس تحط وشك في المية وتحاول تنزل للقاع. المهارة دي انا بعملها في منطقة ضحلة، يعني مش بنزل كتير قوي، ولكن مع بعض هنتابع هنعرف ليه ببدأ كده، وبعدين في الفيديوهات اللي جاية هتعرفوا ليه كنا بادئين قليل قوي كده. الموضوع عايزينه يبقى بالتدريج، فهنحاول ننزل تحت المية بس. لو مش عارف عادي، هي المهارة كده انك تنزل تحت المية وتطلع تاني.
حتى وانا بعمل المهارة انا مش متعمد افضل في القاع لاطول وقت او اثبت في القاع تماما، المية بترفعني لفوق، انا متعمد كده عشان اعرفك ان احنا عايزين كده، انا عايزك بس تحط وشك في المية وتعوم عوم حر تحت المية. الثلاث مهارات دول هناخد التطور بتاعهم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وبعدها هناخد التطور بتاعهم لحد ما نوصل لمرحلة متقدمة جدا في السباحة من البحر، اللي هي هتحمينا ان احنا نبقى آمنين في المية، وبعدين هندخل بفكرة ان احنا نخش مسابقات. فتابعوا السلسلة دي عشان انت لو عايز تتمرن في البحر او عايز تنقذ حد في البحر او عايز تستمتع بوقتك في البحر، السلسلة دي مفيدة جدا 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 ليك. فما تزهقش من المهارات السهلة اللي في الاول، هنخش على التقيل واحدة واحدة. بنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبنتمنى تقدموا لنا سبورت من خلال الشير واللايك والكومنتات، عشان كل ما الريتش بيعلى كل ما ده بيحسسنا ان احنا بنعمل حاجة مهمة، وبيحسسنا ان احنا لازم نبقى متحمسين عشان ننزل فيديوهات في اقرب وقت. شكرا لكم، وبنتمنى لكم يوم جميل. انتوا تعرفوا تعوموا كلكم صح؟ اه مين علمكم بقى؟ انتوا تعلمتوا لوحديكم؟ اه احنا كنا من الصيادين. مش عمورك. يلا مع السلامة.